يا رب الرحمة يا صمد يا فرد ليس له ثان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، العنكبوت البيضاء في طرف الزهرة في انتظار فريستها تحط الفراشة وسط الزهرة، يرى بزاويتها العنكبوت بلون أوراق الزهرة تماماً كما رأينا قبل قليل، ولشدة التمويه تحط الفراشة على العنكبوت نفسه ظناً منها أنها زهرة، تحط الفراشة على العنكبوت لتلتهمها. للفراشات أستاذ علاء مكانة خاصة بين الكائنات التي تجيد التمويه في الطبيعة. بعض أنواع الفراشات رسمت عليها كما يبدو عيون كبيرة، هذه العيون الكاذبة أهم تكتيك دفاعي للفراشات، فعند مواجهة أي خطر كمقابلة عصفور يبحث لنفسه عن طعام ما عليها إلا أن تفتح جناحيها كاملاً لتبدو للعصفور أنها مخلوق كبير، وهذا مثال حي لهذا التكتيك. في الحقيقة هذه الفراشة التي تقف على الشجرة فريسة سهلة للعصفور يلتهمها بلقمة، إلا أن الفراشة ما تلبس أن تفتح جناحيها فتبرز عينان كبيرتان كاذبتان ليبدو الخطر على العصفور ليفر العصفور من هذه بسرعة. يعني هي تظهر بمظهر البومة وهي عدوة العصفور. هي علمت من عدو عدوي من عدو عدوها. نعم. ولندقق في روعة النقوش على هذه الفراشة، شكل العين، الأهداب التي تحتها، الأنف، القذحية، الضوء المنعكس على الحدقة، حتى البريق، بريق الحدقة، كله تلوين. ووضعت كل التفاصيل، وعلى جناح آخر نرى الأنف والآذان والظلال فوق العين، شكل العين، حدقة العين، وحتى البريق المنعكس في الحدقة أيضاً تعطي صورة حيوان كبير. هي فراشة صغيرة لكنها تبدو على شكل عدو عدوها. في هذا التمويه تفصيل مهم آخر، ألد أعداء الفراشات صنفان، حشرات كاليعسوب وعصافير صغيرة تتغذى عليها، وتعد البومة ألد أعداء هذين الصنفين. وفي هذه النقطة معجزة خارقة جداً، ذلك أن الصورة التي على جناح هذه الفراشات غالباً صورة بومة، يعني أن الفراشة تحمي نفسها بتقليد عدو عدوها، لأن الطيور الصغيرة تخاف من البومة كثيراً، إلا أن الفراشة قطعاً لا تعرف أن البومة عدو عدوها، ولا تقدر على رسم صورتها على جناحها بتفصيل مذهل وبجزئيات رائعة جداً. في تطابق، وليس لها وعي لتخطيط مثل هذا التكتيك، ولكن في الواقع الصورة الدقيقة هذه موجودة بلا شك، لم يأتي بها هذا الرسم مصادفة بل خلق لغاية معينة. فلمن يرجع التصميم الموجود على الفراشة؟ تصميم كهذا لا يمكن أن يحدث كما زعم التطوريون، فكل تصميم يدل على مصمم، وهذا التصميم الذي على جناح الفراشة يدلنا على بديع خلق الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني هي أشياء لا يمكن أن تفسر إلا بقدرة الله عز وجل. سيدي الإنسان البشر اللي عنده فكر وعقل ومعه دكتوراه أحياناً يعجز عن أن يقوم بأعمال تقوم بها الفراشات. صحيح. لذلك مرة ثانية وثالثة قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. طبعا إلى جانب الأعين الكاذبة للفراشات إمكانيتها للتمويه محيرة أيضا، فكأن الفراشات استقطعت ألوان الأيكة ثم أنتجت هذه الألوان على أجسامها من خلال نظام دقيق، تناسب الألوان هذه في الأيكة، لذلك الفراشة لا يمكنها قطعاً عمل كل هذا
التي رأيناها في هذه المشاهد الرائعة. هذا التصميم في الفراشات دليل واضح على عظمة الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى.